معلم من معالم بغداد التراثية، تأسس حين كانت بغداد مدينة السلام وحاضرة العالم قبل أكثر من 1000 عام. إنه سوق الصفارين أو سوق الصفافير كما يسميه البغداديون. موقع السوق في جانب الرصافة، وتحديداً بمنطقة الميدان بالقرب من شارع الرشيد، وهو عبارة عن مجموعة من الأزقة الضيقة التي تعد من أهم مناطق بغداد التراثية.